قسمت الرواية لأكتر من فصل، فصول كتير، كل فصل باسم شخصية. احكي لنا شوية عن قسمتها ازاي وطريقة التقسيم. طبعا هي دايما الروائي بيبدا بالفكره في دماغه، بيكون قدامه فكره وبعدين بيبدا يطور الشخصيات، يبدا يتكلم عن الشخصيات ويحكي عن الشخصيات ويكتب الشخصيات. ومن بعد بدايه الشخصيات والحبكه، لما تكون مجرد فكره في دماغي، ببدا اقرر ايه انسب بناء للروايه دي. يعني هل انا هحكيها من طرف راوي عليم، شخص بيحكي لنا الحدوته كلها من الالف للاخر، من الاول للاخر، او ممكن طرف من القصه، يعني في شخصيه، ممكن شخصيه من الروايه على لسانها احكي الروايه كلها. في الحاله بتاعتي هنا في الديناصور تحديدا، لا، انا حسيت ان ما ينفعش صوت واحد بس، ما ينفعش صوت الجد مثلا او الراجل الكبير في السن هو اللي يحكي الروايه. انا كنت عايز اطلع التناقض ده، يعني كنت عايز اعمل فصول بصوت راجل كبير سبعيني في السن، وفصول تانية بصوت بنت عندها 18 سنة، والقارئ يحس بالفرق من طريقة الكتابة، من طريقة الكلام، من طريقة التفكير. وده بيحط تحدي على الرواية، والحمد لله يعني فوز الجائزة بالرواية أثبت إن الحمد لله الكتابة كانت على المستوى، يعني الحمد طبعا لله. اكيد حضرتك اخترت انه الرواية تدور احداثها كلها في مكان واحد وهو المعادي، اشمعنى اخترت المعادي بالذات؟ هو انا من المعادي، انا اصلا من اوكي المعادي ومتربي في المعادي، وكان دايما عندي حاله غيره كده لما الاقي روايات بتحتفي باماكن كتير، سواء نجيب محفوظ واحتفائه بالحاره المصريه، وكتباء كتاب معاصرين كتير احتفوا مثلا بمناطق زي الزمالك او مصر الجديده في رواياتهم وافلام. فانا كان نفسي اعمل حاجه زي كده للمعادي، انا ده كان شعور شخصي يعني. وحتى الشخصيه الرئيسيه اللي في الروايه، انا استوحيتها من والدي ومن جدي، ووالدي كان برضو عايش في المعادي، وفي كتير من الملامح اللي موجوده في الشخصيه الرئيسيه اللي في الروايه. فانا كنت حاسس ان انا بكتب حاجه شخصيه جدا، يعني بكتبها من قلبي، انا فعلا بفتكر والدي، بفتكر جدي، بفتكر المعادي، بفتكر طفولتي انا نفسي في المعادي نفسها، ايوه والتغيرات اللي حصلت من المعادي من الثمانينات ذات، انا شفتها في الثمانينات طبعا لحد النهارده. فحبيتك تبقى اوضح، يعني اعرض ده للناس في روايه يعني. جميل.